أفادت تقارير إعلامية بأن المحتجين في العراق أغلقوا للمرة الثانية مدخل ميناء أم قصر قرب البصرة، ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخول الميناء، ما خفض حجم التشغيل بالميناء إلى 50%. وكان قد تم إغلاق الميناء منذ 29 من الشهر الماضي وحتى 9 من الشهر الجاري. وبحسب المتحدث باسم الحكومة، فقد كلف إغلاق الميناء لمدة أسبوع البلاد أكثر من 6 مليارات دولار. هذا وتتواصل الاحتجاجات منذ أكثر من شهر في عدة مدن عراقية. اليوم نحن على جسر الأحلام وما ننسحب إلا يحققون مطالبنا. وهذا الساتر مالتنا، شو بطولة هذا الساتر خليناه وسويناه.